اليوم طالع صور. وايد متحمس هالطلعة، اولا لان اقدر اطيب فيها درون، ثانيا لانها من زمان ما صورت، فهاي ممكن تقول انها اول طلعة خلال الكورونا. التصوير بيكون في جزيرة الجبيل، وهي جزيرة سياحية بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات، مسوين فيها مثل ممرات جميلة في بين اشجار القم. فجزاهم الله خير، مخصصين اليوم اللي هو يوم الخميس للمصورين انه يجون ويصورون في هاي الجزيرة. المفروض ان يكون في الموقع الساعة 4، والحين الساعة 4 وبعدني ما طلعت. ما شاء الله، اول شيء قبل كل شيء احسن وايد. حسب اللوكيشن يا جماعة يقول انه محتاج 24 دقيقة. صديقي ابو عامر اقول لك بتوصل، بيكون بتكون بوابة مسكرة مثل الجيت اللي ارتفع وينزل. السكيورتي واقف، بس انت قول انا مسجل. هذا احسن شيء لما يكون ربيعك سابق المكان فيضبط لك الامور قبل ان تجي. يا مساء الوداع الجميع، توجه حاليا جزيرة الجبيل. سامع الزبيدة، والله خفت ان اسمي مش موجود. جيب رانجلر. شفته تشوف الحركات هذه. شفت من وياك يا اخي. يلا بوقف بس الحين. يلا نشوفكم داخل. 30 minutes from now it will be high tide. It will go dark at 6:30. We have the viewing tower here. صراحة جميل، الشمس قوية بعد يعني. كيف الحال؟ حي الله حي الله، والله زين طلعناك من وراء ماكينة القهوة. سعود طيب، السلام عليك. هذا والله عبد الله. منو يطير؟ عمر. بعدني انا ما طيرت صراحة، ودي أصور بالدرون يعني، قاعد ماسك أمري، بس بشوف بعد الشمس يعني فوق في السماء ما نزلت، أو ألوان المكان بعدها مش ذاك الشيء المشجع. تذكرت إني جايب معاي طيارتين، مافيك برو 2 ومافيك إير. ناسي كل شيء عن تصوير الدرون أنا، الله يستر. صراحة مافيك إير من أسوأ الطيارات، أنا ضيع وقت الحين ما أشوف ولا شيء في الشاشة. Thank you.
سجل مره ثانيه. انا اصورك ياسين قطعوني سويت بول قهوه لازم نرجع نصور يا اخي احنا يعني واحد يقول لي ابو القهوه هذا واحد ريال هناك قاعد يقول القهوه حللت ابو الدرون اليوم حللتها وصورت على كيف كيف. طبعا بدات بال مثل ما شفتوا بالمافيك اير وكانت تعيسه, حولت على المافيك 2 برو من اروع ما يكون. طبعا الدرس المستفاد, جاي تصور درون جيب معك بس درون, جاي تصور فوتوغراف جيب معك كاميرا صور فوتوغراف, تحاول تسوي كل شيء هذا مستحيل. تصميم التصوير خلص ولكن لازم ننهي بكوفي يعني اختمها. سلام تريو الفوتج.